وأنا متأكد أن كل هذه الجهود ستثمر بأفراح كبيرة للشعب الجزائري الذي يتابعنا ويشجعنا ويحفزنا من داخل وخارج الوطن دائما. لا يفوتني في هذا المقام أن أترحم على كل الإطارات والكوادر الذين توفاهم الأجل المحتوم رحمهم الله. أكيد اليوم الاحتفال بستينية أعلى هيئة رياضية في الجزائر بحقيقة هي تعكس مسيرة رجال اللي ضحاوا من أجل إعلاء الرأي الوطنية. كما لاحظت أنه كان فرصة كذلك لتكريم كل الشخصيات الرياضية الذين تركوا بصمتهم في الحركة الأولمبية والحركة الرياضية. الذكرى هذه وفي هذا التكريم نشكره كثير الوزير الشباب والرياضة وهو رئيس اللجنة الأولمبية اللي دار مجهود كبير. كما اليوم إن شاء الله نقولوا ما شاء الله. وهذه تبين إرادة الدولة الجزائرية على رأس رئيس الجمهورية أن الرياضة بصفة عامة ملموسه على كل حقلها الرياضي ما يكونش يعني عمل فردي وإنما يكون عمل متحد متضامن بالإكمنيات اللي وفرتها الدولة الجزائرية. ونحن نتفائل اليوم أن الرياضة تكون أحسن وأفضل مما كانت عليه.